ازيكم؟ دي الحلقة ال17. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم مينلي على ازاي تقدر تتحكم في مشاعرك واحاسيسك، ازاي تقدر تتحكم في المشاعر اللي خارجة بره، ازاي تقدر تفهم وتستوعب مشاعر الاخرين وتقدرهم، ازاي تبقى اوير بنفسك، وازاي تقدر ان انت تتحكم في ده كله وتحاول تظهر بره اللي انت بس مفروض تظهره. افتكر المره فاتت لما قعدنا نتكلم ان انت مش ممكن تعمل ده لو انت بتقاوم ده. بمعنى كان في مقوله قلناها المره اللي فاتت، اي حاجه بتعمل لها ريزيست بتبرزيست، او اي حاجه بتقاومها بتتوجد. وقلنا ليه الموضوع دوت، قلنا مين بعض الناس بتبقى عندها شويه مشاعر او احاسيس سلبيه، حصل لها حاجه في البيت، في الشغل، في حياتها، في whatever مأثرة عليها، فبتحاول قدام الناس ان هي تداري دوت، وكل ما تحاول ان هي تداري دوت فبتتوجد اكتر، فيبان عليها ان هي بتحاول تداري حاجة بس اللي قدامه مش هيبقى عارف هي ايه، بس هيحس ان هو مش مظبوط. طيب قلنا احنا محتاجين نعمل دوت عشان نقدر نقدر الاخرين، نقدر نستوعب الناس اللي حوالينا، ونقدر نتعاطف معاهم بشكل ايجابي. وده هيفرق معانا احنا شخصيا في ايه، ان احنا نحاول نفصل، ودي كانت اهم حاجه قلناها المره اللي فاتت، ان انت تفصل ما بين اللي حصل لك ايا كان مشكله واتيفر اللي حصل، وما بين اللي انت داخل عليه دلوقتي. زي ما قلنا مثال المره اللي فاتت، عندك مشكله مثلا نفترض في حياتك الشخصيه ورايح الشغل لقيتهم كلهم بيحتفلوا بحاجه، هم والشركه والمكان دوت ملوش اي علاقه باللي حصل لك قبل تدخل المكان دوت، فانت لازم تفصل ما بين الاثنين. احنا بقالنا فترة عمالين نتكلم عن تطوير الناس، ازاي تعرف ان انت كويس ولا لا، ازاي تعمل ديليجيشن او تفويض، ازاي تعمل كوتشنج للناس، ازاي تطور من نفسك، ازاي تطور من الناس اللي حواليك. ده كله بيحصل في حالة ان مفيش اي نوع من النزاعات. لكن ما اتكلمناش خالص، طب لو حصل نزاع او زي ما بيسموها بالانجليش كونفليكت، رد فعلي هيبقى عامل ايه؟ هل ده توبيك المفروض نتكلم عنه؟ اه. زي ما في التشينج مانجمنت او اداره التغيير، وده توبيك كبير جدا بيتعمل فيه كتب، وفي حاجه اسمها الريسك مانجمنت، ودي ماده كامله ممكن تتاخد في كورس او ادارة المخاطر، في حاجة اسمها الكونفليكت مانجمنت او ادارة النزاعات. يعني لو حبينا نعرف النزاع، النزاع مين لي هو انا عندي وجهة نظر وشخص اخر عنده وجهة نظر تانية، واحنا الاتنين بالنسبة لبعضينا صح. عشان نوصل لأجريمنت أو حاجة نتفق عليها، ده هيحتاج مننا رد فعل مناسب. ممكن يتطلب ان انت تقنع الفرد اللي قدامك فبالتالي هو يسمع كلامك فيعمل اللي انت عايزه، او تقتنع انت بكلامه فتعمل اللي هو عايزه، او انتوا الاتنين تتنازلوا شوية وتعملوا حاجة تبقى ملمة لوجهتين النظر بتاعتكم. طب هل ردود فعل الاشخاص بيبقى واحد؟ وهل ده يختلف من مدير لمدير؟ اه. وهل في صح وغلط؟ اه. هل ده هيأثر على انتاجيه الفرد والفريق والشركه؟ اه. يعني رد فعلي في الخلافات او النزاعات هيأثر على انتاجيه الفرد والفريق والشركه؟ اه. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. بيزد على العلم اللي قدامنا ان في انواع في ردود الافعال من مدير للتاني. تعالوا نشرح تقسيمه النظريه اللي قدامنا ديت معموله ازاي. اول حاجه على الشمال مكتوب assertiveness او الحزم، وتحت مكتوب الكوبريتيفنس او التعاون.
يبقى على الشمال بشكل رأسي مكتوب الحزم، لو نزلنا تحت يبقى الشخص مش حازم، لو طلعنا فوق يبقى الشخص حازم. حازم بمعنى ايه؟ حازم بمعنى ان هو يقدر يقول لا، لكن لو هو تحت ما يقدرش يقول لا. بمعنى لو قلنا اللي فوق ممكن يكون بيتسم ببعض الجرأة ان يقول لا، فآه ده حقيقي. اللي تحت لا. طب والجزء الافقي اللي تحت بتاع التعاون، لو جينا ناحيه الشمال هيبقى مش متعاون، لو جينا ناحيه اليمين هيبقى متعاون. كل ما نمشي ناحيه اليمين يبقى في تعاون اكتر، كل ما نمشي ناحيه الشمال يبقى مفيش تعاون، كل ما نطلع فوق يبقى في حزم، او سهل عليا ان انا اقول لا، او سهل عليا ان انا اواجه ناس. كل ما انزل تحت كل ما يكون من الصعب عليا مواجهه الناس. واصل كده اللي انا عايز اشرحه صح؟ طيب تعال بقى نمسك واحد واحد من اللي مكتوبين دول، بعدين نشوف مين فيهم اللي صح والافضل، وازاي نقدر نشتغل على الناس التانيه عشان نوصلهم للافضل. اول نوع عندنا زي ما انتم شايفين كده، خلينا نمسك اللي تحت خالص على الشمال اللي هو الافويدنج، او الشخص اللي بيهرب يتجنب. الشخص ده الحزم عنده ضعيف جدا، فبالتالي من الصعب عليه انه يقول لا، ومن الصعب عليه انه يواجه، وفي نفس الوقت التعاون عنده ضعيف جدا، فبالتالي هو مش عايز يتعاون. فلو انت المدير ده هتلاقي رد فعلك في حالة النزاعات او الخلافات او اي مواجهة، هتلاقيك بتعمل ايه؟ ما هو انا مش عارف اتعاون معاك، مش عارف اوافقك على اللي انت بتعمله، ومش عارف اجادلك واقول لك لا، فههرب. لما تهرب مش هتحل المشكلة، واللي حواليك هيعرف ان انت بتهرب عشان انت مش عارف تحل المشكلة، فبالتالي هيبقى ضعف في شخصيتك. مظبوط؟ طيب طب النوع دوت لو خليناه متعاون بس ستيل ما يقدرش يواجه الناس، فهنزقه ناحية اليمين خالص، فيروح ناحية الشخص اللي اسمه accommodating. يعني ايه accommodating؟ يعني شخص هو اللي بيشيل مشاكل الناس كلها، هو اللي بيشيل شغل الناس كلها، هو اللي بيشيل الضغط، هو اللي بيشيل اللود، هو اللي بيشيل كل حاجة على ظهره، زي ما مرسوم قدامكم بالظبط. الشخص دوت عايز يساعد جدا لانه متعاون جدا، بس عنده مشكله ان هو ما بيعرفش يقول لا. وزي ما قلت لكم دايما لما يكون في حاجه فيها انواع، احنا عندنا الانواع دي كلها، ولكن في نوع منهم بيبقى ايه؟ مسيطر. وفي نفس الوقت عشان نقدر نستوعبها بشكل كويس ابتدوا اربطوا باشخاص تعرفوها. ممكن الشخص ده يبقى انت شخصيا، او ممكن يكون حد تعرفه او مدير اشتغلت معاه قبل كده. فالشخص دوت هتلاقيه شايل كل مشاكل الناس، وهينسى مشاكله هو، وهتلاقيه بيتأخر في شغله هو، وبيتأخر في إنجازاته هو، عشان هو شايل حاجة الناس ومش عارف يقول لهم لأ. ودي مشكلة كبيرة جدا في مديرين كتير كده على فكرة، تلاقيه مش عارف يعمل شغله، مش عارف يعمل أي حاجة، وبالتالي هو مركز بس في إزاي أقدر أساعد الناس. ولما تيجي تقول له حاجة زي دي يقول لك لا بس انا كده ليدر وبساعد الناس والهدف الاساسي ان انا اريحهم. ايوه بس هم هياخدوها از ان ادفانتج، او هياخدوها بشكل سلبي عليك، وهيعملوا عليك افلام. بمعنى ايه يعملوا عليك افلام؟ يعني هتلاقي الناس تتكاسل، هتلاقي الناس تديلك شغلها. ما هو انت بقى بتعمل الشغل وما بتقولش لا وما بتشتكيش، طب شيل بقى الشغل ده عشان انا بريح ما اعملش حاجه. فده فشل ذريع. لو بقى طلعنا شوية في الحزم فوق خالص، لو جينا ناحية الشمال برضو مفيش تعاون خالص، بس يقدر يقول لأ ويقدر يواجه، وده النوع بنسميه competing. competing بمعنى شخص تنافسي. يعني ايه تنافسي؟ يعني مثال عليه ان هو يواجه، مثال عليه يقولك لأ وهي مصلحتي اولا. هتيجي تقول له انا عايز اعمل كذا كذا كذا، يقولك لأ دي مش شغلتي ان انا اساعدك، مش شغلتي ان انا اعمل ده، تمام دي شغلتك انت، وانت المفروض تعمل ده. في حاله النزاعات والخلافات لا، انت مش هتعمل ده، هي طريقتي انا ووجهه نظري هي اللي صح، لان طريقتك غلط، انا اعرف اكتر منك
وفي نفس الوقت خبرتي اكتر منك، فبالتالي انت لازم تمشي ورا كلامي انا. هل هو تعاون؟ لا. هل هو اسمع له؟ لا. هي ماي واي اور هاي واي زي ما بيقولوها، او كلمتي او الطريق السريع، بمعنى كلمتي او اطلع بره الشركه، وده فشل. طيب لو الشخص بقى ده ادينا له روح التعاون مع الحزم، هيدي انتاجيه عامله ازاي؟ هيروح عند اللي على اليمين خالص فوق ده اللي اسمه كولابوريتنج. يعني ايه كولابوريتنج؟ يعني شخص بيتعاون مع الناس، بيشتغل مع الناس، بيعمل كل حاجه مع الناس. هتلاقيه بياخد راي الناس ويدي رايه، هتلاقيه بيعمل حاجه من اللي اتقالت من الناس ويحط عليها هو حاجه زياده، او يعمل هو ويكمل من الناس، وهكذا. يقدر يقول لك بص هي دي مش مظبوطه قوي، ولكن ممكن اخليها مظبوطه لما نعمل كذا. او يجي يقول لك ايه، طب انت مش شايف ان احنا ممكن تتعامل بحاجه ثانيه؟ طب لو عملنا دوت ما حصلش، ايه ثاني ممكن نعمله؟ فهتلاقيه بيقول لك لا، بس في نفس الوقت هو عايز يسمع لك. وهتلاقيه بيقول لك انا ما اقدرش اعمل لك دوت، ولكن ممكن يديك حلول ثانيه عشان الحاجه دي تتعمل ويساعدك. تمام؟ هو عايز يتعاون، في نفس الوقت يقدر يقول لك لا، تمام، ولكن هو اهم حاجه عنده ان النتيجه تحصل ايه؟ مشتركه. وده انجح نوع، ده اللي احنا عايزين نوصل له كلنا عشان نبقى متفقين. طيب امال ايه اللي في النص ده؟ اللي في النص ده بنسميه الكومبرومايزنج. زي ما باين قدامكم في الصوره، اتنين ماسكين حته بازل كده وبيكملوها لبعض، بمعنى 50-50. طيب عايزني اعمل لك اللي انت بتطلبه دوت، يبقى انت لازم تعمل لي كذا. حاجه قصاد حاجه، يعني بيور مصلحه، خلينا نقولها بشكل سلبي كده جدا، بيور مصلحه. هتعمل؟ هعمل. مش هتعمل؟ انا مش هعمل. عايزني اخلص لك شغلك ده دلوقتي؟ هخلصه لك، بس انت هتقعد بكره تخلص لي شغلي لما اطلبه منك. واصل؟ تمام. طب دلوقتي رجوعا للنظريه ديت، افرض انا في نوع من الانواع التانيين دول وعايز اوصل للكولابريتنج، فمش عارف اعمل ايه. كويس، احنا قلنا الايديال او المثالي هو الكولابوريتنج، ده اللي احنا عايزين نوصل له، وده مكانه فين؟ فوق على اليمين، معناها ان هو متعاون وحازم في نفس الوقت. طيب عشان اوصل للمثاليه اللي هو الكولابوريتنج دوت، اعمل ايه؟ حاجتين تشتغل عليهم. احنا ايه اللي بنقيس عليه؟ حاجتين، الحزم، من السهل عليا ان انا اواجه. نمرة اتنين، التعاون. طيب يبقى انا كده بدل ما ابقى دايخ واقول ايه ده، طب انا هعمل ايه؟ ايه السلوك اللي المفروض اشتغل عليه؟ ايه الاتيتيود او الاتجاه الداخلي اللي انا المفروض اشتغل عليه؟ مفيش حاجه هتحسسك انك تايه مع الايه؟ النظريه دي. احنا هنا بنقيس بيزد على حاجتين، الحزم والتعاون. الكولابوريتنج اعلى حاجه في الحزم، اعلى حاجه في التعاون. تعال ناخد مثال الافويدنج عشان نوصله للكولابوريتنج. المفروض نعمل ايه؟ نطلعه لفوق بالحزم ونمشيه يمين بالايه؟ بالتعاون. فهنعلمه ازاي يكون حازم، ومن السهل عليه ان هو يقول لا، فهيطلع لفوق. بس قبل ما نوصله للكومبيتنج، لازم نساعده في نفس الوقت ان نقول له ايه؟ ان انت لازم تتعاون مع الناس، عشان تعاونك مع الناس ده هيساعدك وهي ايه؟ وهيطور من اداء الفريق والفرد والشركه. ولكن ده مش معناه انك تيجي على نفسك، في بعض الاوقات ممكن تقول لا، ولكن ما تقولش لحد لا وخلاص، قول له لا وحاول تشوف له حل تاني. وممكن في يوم من الايام تقول له لا وخلاص، بس مش دايما تقول لا، ومش دايما ما تقولش. طيب لو جينا لليمين الاكوموديتنج، هو عنده مشكله فين؟ في حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ الاسيرتفنس. يبقى محتاجين نعمل ايه؟ نطلعه فوق، نعلمه ازاي يقول لا، نعلمه ازاي يواجه. طب الشخص الكومبيتنج عنده مشكله فين؟ في حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ التعاون. يبقى محتاجين ان احنا نعلمه ازاي ان التعاون ده هيعود عليك انت شخصيا بمنفعه. طب الشخص الكومبرومايزنج نعمل معاه ايه؟ هنشتغل عليه في الاثنين، هو عنده اوريدي سنس من الاثنين، فاحنا هنزود شويه، نقول له انت لو عملت هتلاقي كتير، فانت اعمل ده عشان تلاقي كتير، فدي ممكن تبقى الدخله اللي نخشها عليه بيها، تمام؟ فهيعلى في التعاون، فهيجي ناحيه اليمين، وبعد كده هو من السهل عليه يقول لا، فهنزودها عليه شويه عشان نبين له مصلحته في ان هو يقول لا في بعض الاوقات، ومصلحته ان هو يساعد عشان يلاقي، فبالتالي هيوصل للكولابريتنج.
طيب ده في حاله لو انا بشتغل مع حد وعايز اطور فيه الحته دي. طب لو انا بشتغل مع نفسي نفس الموضوع، امرن نفسي، امرن نفسي انا كليدر، اتمرن على الحاجات ديت فتخليني احسن وافضل واوصل للكولابوريشن. هل ده في الشركه بس؟ في اي حته في الدنيا، في حياتك، في بيتك، في اسرتك، مع مراتك وعيالك، مع مراتك، مع جوزك، مع جوزك وعيالك، مع مامتك وباباكي، مع مامتك وباباك، مع اخواتك، مع صحابك، في صحابك في الشركه، في التيم نفسه، في الفريق، انت مع فريقك اللي تحتيك، انت مع فريقك اللي فوقيك، وهكذا. تمشي معاك في اي حاجه في الدنيا، في كل حته في الدنيا لازم تبقى كولابوريتنج. تمام. طيب خلاصه اللي عايزين نقوله النهارده ايه؟ ان انت محتاج انك توصل لمرحله النجاح ككل مش النجاح كفرد. وعشان ده يحصل انت محتاج بالذات في المواقف اللي فيها خلاف، نزاع، محتاج ان انت تضحي بوقت او تبقى حاط مجهود عليك اكتر عشان تساعد حد تاني، ده محتاج منك شوية تدريب عشان تفكر بالطريقة الجديدة اللي هو النجاح الكلي مش النجاح الفردي. تمام؟ واضح الفرق ما بينهم؟ طيب ودي كانت حلقة النهاردة، واشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله. باي باي.